السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وغادي نتكلموا على اللعابة. محسن كل يوم يجيب لكم 10-15 لاعب، خاطش علاه؟ من اجل الرد على الجماعة تاع اللي يقول لك وين راهم مكاش. وحنا شاهدنا المغرب يا مسوي لعبوا يعني بواحد عنده 18 عام. حنا شاهدنا بوداوي من حيث كانت عنده 19 عام في الكوب دافريك، وهو غير مازال ما كسبش خبره، يعني عنده وقيل 24 عام مازال ما كسبش خبره، يعني يلعب كونتر جيبوتي، كونتر جيتي، كونتر فرويتي، يلعب بيه فماك، مازال ما كسبش بوداوي خبره في المنتخب الوطني. زروقي زرقان مازال ما كسبش خبره، عموره مازال صغير كاع، صغير مازال مسكين، مازال يوكلوا فيه. مالغري شاهدنا العريبي شبيه بنزيما اول مره لعب وقيلا 70 دقيقه ولا 80 دقيقه. العريبي اول مره لعب 70 دقيقه، يعني العريبي باش ينتباع في تونس ولا الخليج، لعب 70 دقيقة، رغم أن 70 دقيقة كان غايب مسكين، كان حاسب روحو يلعب ستوبير، كان داير فيه راسو دخل يلعب ستوبير وشاهدناه. لكن الناس اليوم وين يعجبوني هذوك بائعين الطاحين، بائعين الطاحين اللي كان يقول لك عوار عدلي ايت النوري، هذو خونا تعقلوا عليها سبحان الله، كنتو دايرين مخونا، دروك نتوما دروك قلبتوها صاي. ابراهيمي خائن زدتو قلبتو على بونجاح. بونجاح غادي يجيكم في مارس الا قعد هذا المدرب، بونجاح غادي يجي في مارس هذي باش يكون على بالكم، بونجاح غادي يجي في مارس الا قعد هذا المدرب، وانت غادي يجي في مارس. انا نقول لكم نعطيكم الصح، ما تبقاوش تعايروه، تولي غادي ماركي، غادي تولوا تخرجوا تشدوا التمتم تاعكم الكبار صوم مخلوع، هدف امام النيجر، بونت يعود من، ما تبقاوش تعايروه، ما تبقاوش تخونوه، غادي يعاود يولي. خاطش المجموعه 4 تاع الجوار اللي يحكموا يعني خايفين من الطرد، كو يجي اونترينر واحد اخر خايفين من الفايد يطردوا هادو. قال لك معليش نديرو حمله، معليش كاين دوزي، كاين غادي يجيبوا زوج ولا ثلاثه تاع اللعابه، صحا عوار وايت النوري مع الشعيبي، قال لك نجيبوهم نشوفوا كيفاش نسكتوا هادو. خاطش على خرج عليكم المكلف بالاعلام، قال لك الجماهير اللي اللعابه اللي طلبت بهم الجماهير غادي نجيبوهم، اللعابه اللي طلبت بهم الجماهير، بصح ماشي حنا غادي نصنعوا منتخب، ماشي انا غادي نحط بلونشيما ولا بون دو جو، لازم مدرب، اللعابه لازم لهم مدرب يكون كبير، ماشي مدرب اللعابه فاقوا بالمدرب، خاطش اللعابه مفايقين بالمدرب. لو كان تعرفوا واش كاين في المجموعه تعرفوا واش كاين. عوار عدلي وشعيبي ايت النوري لانقاذ الرؤوس، لاعبين في مارس ينتظرهم الجمهور الجزائري منذ زمن، خاطش حنا كنا نطالبوا بهم. مي كنتو تقولوا بلي حنا لازم لنا البرازيل والارجنتين وكلش، ولازم لنا نربحوا ايكيب من اخرى، اي السويد برك، لي زوروبيان رسلوا لنا السويد برك، ماشي مكاليفيا وكلش، وضربونا بزوج حبات، هذا ما كان. يعني وين اليوم وبعد ما كانوا مطلب الجماهير الرياضي اصبحوا بقدرة قدر مطلب لهذا لا شيء الا لانقاذ راسه من مقصلة الاقالة او الاستقالة، خاصة بعد ما شاهدوا بان فايد بدون عمل. وما يدهش في الامر هو تغيير في موقف ومن يقدسه، في الأمس القريب قال عنهم أنهم يضحكون علينا، يجب أن لا نتحدث عنهم، راكم عاقلين عليها، وبل وصل وقال طريقة الاتصال بهم يجب التكلم معهم، يعني مع عمهم وأبوهم وحتى كلابهم. أما البعض السرملة الذين يدعمونه، يعني شاهدنا كيفاش
وين جعلوا من عوار خائن وسبوه وشوهوه، واليوم لا حول ولا قوة إلا بالله أصبح عوار لعاب جزائري. كل هذا لا شيء لحماية مقدسهم فقط، هذا ما كان، كان والو من أجل حماية المقدس، هذا ما كان، كان والو كتا حاجة زيادة، هذا باش يكون في علمكم، عقلوا مليح. عوار والآخر أمين قويري ما غاديش يجيبوه، مرفوض أمين قويري، مجموعة ربعة تاع اللعابة مرفوض أمين قويري، يعني خاطش على كاين غادي يجيبو بونجاح سليماني معاهم في الوسط وديرور، هذا ما كان، هذه هي ملياش عايبي بيجيبو يحطو، يعني يقولك مازال يزيد يتعلم، خاطش عندنا بوداوي من 2019 راه غي يتعلم، راه يتعلم بوداوي مازال. صداد كان 27 عام مازال ما داش خبرة تاعه، مازال مازال كاين واحد اللعابة مازالو غي يتعلمو، مازالو تي اي حتى يعتزلو دوليا باش يتعلمو. انا نقولكم اليوم وفي مارس مجيء هؤلاء اللاعبين هم بالضبط، يعني نقولوا بلي هادو بضغط الجمهور الحقيقي، الجمهور اللي يبغي ليكيب ناسيونال ما يقدش، ما يقدش، خاطش على كل انا يعجبوني واحد البائعين، بائعين الهوى، بائعين الطحين. اليوم واحد الصفحات بعد ما كانوا يقول لك نجيبوا الشابة صباح وما نجيبوش عوار، اليوم راه يقول لك وليدنا عوار وليدنا. يا انتوما اللي تجيب اهلك بدا تحبيدها وتقول لهم ولد اختي، انتوما هما شميت اللي ما عندكمش كاع النيف، ما راكمش رجال، هاللي تكونوا رجال. حنا نسكتو كي يشوفوكم رجال، حنا نسكتو، حنا نقولكم ما يعني وين هذه وين وهم يعني شيء، يعني وين نقولوا باللي الجماهير يعني هي من ضغطت وما يعني من تعرض له من انتقاد، خاصة بعد يعني المال نقولوا باللي المالي والسويد، وأهم شيء تجعل هذا يتحرك بأقصى سرعة للالتحاق بالمنتخب، وهو خوف من سقوط شعبيته. اليوم لا مفر من استدعاء هؤلاء، ومؤكد هو يعني النور شعيبي والأقرب عوار وعدلي. المهم أيها الهيصر، هل رأيتم الانتقاد والضغط يجعل يعني كل من يتعالى ومن معه لجلب لاعبين وإصلاح في المنتخب؟ نريد مدرب في المستطيل الأخضر، وليس مدرب هو من هو في نفس الوقت وزير رئيس اتحادية. المهم نقولها ونعاودوا، ربي يجيب الخير لبلادنا. هذه هؤلاء اللاعبين لإنقاذ رأسه، وإلا جاوك إلا خاطش على إلا جاوك، لكن ناس على بالهم ولا بالنا شكاين، وخاطش كاش اللي اتصل بهم ماشي بالاس ام اس، ماشي بالاس ام اس او مراسلات او ارسال اشخاص مجهولين على الاتحاديه الجزائريه ومجهولين على كره القدم. انا نحترم ذاك الموظف اللي راه يخدم في السفاره الجزائريه، لكن بصح كيفاش لازم واحد يكون معروف. انا نقول جيت ندير 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 بلومي يروح يهدر معاهم، ندير ماجر يروح يهدر معاهم، ندير 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 بلال جيري يروح يهدر معاهم، ندير عنتر يحيى زياني، ندير ندير هذو الناس. هار هذاك عراش هذاك يعني اونسي جوار في لعب في ليكيب ناسيونال، لعب في ليكيب ناسيونال يعني وماناجير في فرنسا، وين عرض خدماته على المدرب يعني يا هل ترى. و بزاف صوالح يا رب العالي والله يقدركم باش تفيقوا وعمي بزاف 20 عام باش تفيقوا 20 طون والله بزاف 20 عام باش تفيقوا بزاف ليق باش تفيقوا ليق غادي تطولوا هذه اللي اباك لازم غادي تطولوا غادي تطولوا. ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو
واللي مشي ابوني يدخل لي ابوني معنا، وربي يحفظكم.